كلام منطقي برضو ومشروع جدا. ما دام في ارض فاضيه ممكن تتحدد بشويه حديد ويقعدوا فيها وتبقى سوق بعيد عن اشغال الطريق خالص، يبقى ليه ما يتعملش كده؟ يعني هي حته الجنينه اللي هي في النص دي اللي بقت ارض خربانه للكلاب الضاله وشكلها وحش جدا جدا، ايه مشكلتهم ينفعوا بيها الناس ويستنفعوا برضو منها؟ طب بلاش يمشوهم نهائي، ولكن يتعمل سوق في مكان تاني يكون واسع ونوفر لهم إنارة وكشاك ويدفعوا حتى ضريبة المكان اللي هم قاعدين فيه بشكل منتظم وتكون على قد الإيد شوية. بس ما ننفيهمش، لأن ممكن جداً ساعتها لو نفيناهم برا يرجعوا لنا تاني. طيب قالوا لنا على سوق تاني قدام في منطقة ألف مسكن في وسط جزيرة كبيرة في منتصف الطريق وبرضه ملهاش أي استخدام منطقي عشان نخليها وما نفكش بيها الأزمة الكبيرة دي. قلنا نروح نشوف هل الكلام ده حقيقي برضه ولا الناس بتفتري؟ السلام عليكم، ازيك؟ الحمد لله. كويس؟ كويس. انت واقف هنا من امتى؟ انا من سنه كده ولا سنه ونص. بتبيع ايه؟ ببيع بناطيل وتيشيرتات. طب انت واقف هنا في جسر السويس، يعني ده مش مكان محلات او كشاك، ازاي انت حاطط الكشك بتاعك هنا مخالف؟ لا بص، احنا بنفرش هنا وكل حاجه، بس البلديه ساعات بتنزل لنا تيجي تاخد الحاجه. ما هو لازم ينزل ياخد منك الحاجه، ما انت واقف في حته مخالف، ما هو برضه من حقه. خلف الطريق ولا اي حاجه، احنا فرشين في الجنينه دي، لو حاجه بمسينا في فروشه وكل حاجه دي بتخلف الطريق المفروض ياخدوها، مش بتاعتنا احنا فرشين هنا في الجنينه. طيب ما هي حتى الجنينه دي مش مرخصه، ان هي مش مترخص فيها ان هي تحط فيها كشاك يعني. ماما لو يمشونا كده يشوفوا لنا حته نفرش فيها، ماشي هنفرش فيها حته قريبه من بيتنا وكده. كده كلامك سليم، لو انت عايز مكان تاني تقعد فيه علشان تبيع براحتك ده حقك. ماشي، يشوفوا لنا مكان واحنا نفرش فيه كلنا. الميدان كله هيجي في المكان اللي هم يقولوا عليه، بس ما ياخدوش الحاجه. هم لو قسموا لنا كل واحد باكيه هناخد الباكيه هنصورها، هنعمل جنينه، هنعمل ورد، هنعمل منظر، هم برضو لما حد يعدي يلاقي منظر كويس. طيب شرط يعني يكون هنا؟ انتوا شرطين يكون هنا، ولا لو نقلوكوا المكان تاني ما عندكوش مانع؟ هم لو نقلونا مكان تاني هيبقى المكان ده مدفون واحنا هنتعب، هنعاني سنتين ثلاثه. لو مش مدفون ماشي، يعني مش هنمانع طالما مشوا الامور، يعني مشوا الامور، مش هنقدر نقول لا عشان احنا طالما هنقف وهناكل ايش وهنسترزق خلاص ما عندناش مكان نقف، هنا نقف في جهنم، نقف في اي حته، بس اهم حاجه اللي احنا نقف وناكل ايش ونبيع بس. انا بياعه في الشارع ماشي، ادي لي 25 سنه او 15 سنه في الشارع. بيعي ايه طيب؟ ماشي ومعايا ثلاث عيال. بيعي ايه؟ ببيع شباشب وجزم و اللي بلاقيه في الشارع ببيعه، لكن معايا دلوقتي انا هخلي عيالي يبيعوا مخدرات؟ يا يسرقوا يا يشوفوا لهم هم وظايف، يا يدونا محلات او كشاك او اي حاجه، هنعمل ايه يعني؟ احنا مش بنطالبه على ان هو يدينا معاش ولا يدينا فلوس، احنا عايزين مكانات نعيش منها. السيد جلال السعيد محافظ القاهره وعد بان هو هيدي كل البائعين كشاك، فسلم بتوع رمسيس. اما احنا سلم في سوق الترجمان وسوق احمد حلمي. سلم احمد حلمي وسلم الترجمان، ما بنتابعش للبياعين اللي هنا. احنا بنقول يا رب عايزين لقمه عيش بالحلال، واحنا مش بنعمل حاجه غلط حضرتك، احنا بنشقى زي ما اي حد بيشقى، وبنبيع بما يرضي الله، وبنساعد الناس، ليه الحكومه ما تساعدناش؟ احنا كنا عارفين ان المنطقتين كانوا فيلل وشكلهم جميل جدا زمان، بس لما رحنا لقينا مفيش الكلام ده خالص دلوقتي. اصبحت الفيلل دي ابراج كبيره جدا، واصحاب الفيلل باعوها بسبب تشويه الباعه الجائلين للمنطقه اللي كانت جميله زمان. فقالوا طيب نستفيد بالفلوس وخلاص، عندهم حق برضه بدل ما يخسروا كل حاجه. وقالوا لنا كل العمارات والابراج دي مخالفه لان المنطقه قريبه من المطار، فممنوع تطلع ادوار عاليه. كلام منطقي برضه، لكن صحته من عدم صحته ما نعرفهاش، بس أكيد عايزين إجابات على كل الكلام ده، هنعرفها بعد الفاصل.